مصباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، وقد تكون رعدية أحيانا وده على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. ومع ان الطقس تقريبا مستقر، لكن في انخفاضات بسيطه وطفيفه بتحصل الايام دي، خصوصا بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه اللي جايه لنا من البحر المتوسط. كلمينا عن تفاصيل الحاله النهارده، ويعني اكتر الحاجات الجويه او الحاجات اللي احنا ممكن نتاثر بيها خلال اليومين اللي جايين. هو بالفعل بدأت درجات الحرارة تنخفض خلال فترات النهار، وخاصة في المحافظات الشمالية، سواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، وده بسبب فعل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. بدأنا كمان نشوف انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر، درجات الحرارة عادت للمعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 28 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر الأجواء دي هنحس فيها بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، يمكن الليلة الجاية والليالي الجاية كمان أجواء مائلة للبرود. محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، يمكن كمان على مدار هذا الأسبوع كله درجات الحرارة بتنخفض وبتعود للمعدلات. متوقع كمان مع نهاية هذا يعني نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله أو منتصف الأسبوع المقبل يكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. بالنسبة للشبورة المائية، كثافة الشبورة المائية بدأت تقل عن الأيام الماضية، بدأت تكون شبورة مائية كثيفة فقط أو ممكن تكون كمان كثيفة أحيانا في بعض المناطق، لكن كنا الأيام الماضية بنشوف الشبورة المائية بتوصل لحد الضباب، يعني تدهور وانعدام في رؤية أفقية. الحمد لله كثافة الشبورة المائية قلت وبتبقى شبورة مائية عادية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما بتأثرش تماما على حركة المرور أو أعمال الأنشطة اليومية، وبتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ في الارتفاع ورؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، الأمطار يمكن من الأيام الماضية الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الجنوبية، يعني موجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. بالأمس سقطت الأمطار المتوسطة والرعدية على حلايب وشلاتين، بعض الأماكن من محافظة أسوان وتحديدا في أبو سمبل. اليوم أيضا متوقع استمرار سقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، كمان بعض المناطق من أقصى جنوب الصعيد زي أبو سمبل وأسوان والمجرى الملاحي. طبعا الأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم. توقع مع غدا السبت إن شاء الله يكون في تأثير البلاد وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هنلاحظ وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فعشان كده من غدا إن شاء الله هنبدأ نشوف فرص لسقوط الأمطار كمان في المناطق الشمالية، تشمل طبعا القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية أحيانا خلال فترات المساء تحديدا على القاهرة. الأسبوع اللي جاي كله إن شاء الله الأجواء فيها تكون أجواء خريفية، فرص أمطار متفرقة وخاصة في محافظات شمال البلاد مع المناطق كمان الجنوبية، ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. فاللي هنأكد عليه لازم بشكل كبير ناخد بالنا من نوعية الملابس خلال الأيام المقبلة. انخفاضات كم درجة يا فندم لو سمحت؟
احنا طبعا انخفاض في درجات الحراره بدا بمعدل درجتين، مع منتصف الاسبوع القادم عظمى على القاهره الكبرى هتكون 27 درجه مئويه و26 درجه مئويه كمان خلال فتره النهار. خلال فترات الليل هيحس بالبروده بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، فهنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره صغرى فتره الليل ما بين 19 و20 درجه مئويه في القاهرة الكبرى. في محافظات الصعيد بيبقى ما بين 16 و17 درجة مئوية، ويمكن كمان بنأكد يعني إن المناطق الموجودة في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بتبقى درجات الحرارة الصغرى أقل من كده كمان، فلازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. يفضل طبعًا الملابس الخريفية واستحضار جاكيت خفيف عند الخروج خلال فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر. بشكرك في النهاية، شكرًا جزيلًا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 29 20، اسكندرية 26 18، العلمين الجديدة 24 18، مطروح 25 18، دمياط 27 20، بورسعيد 27 19، الإسماعيلية 30 19، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 28 17، كاترين 26 14، طابة 31 20، حلايب 29 25، شلاتين 32 26، شرم الشيخ 32 23، والغردقة 32 22. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 19، بني سويف 31 19، الوادي الجديد 36 19، أسيوط 32 17، سوهاج 33 18، قنا 35 20، الأقصر 36 20، أسوان 37 23. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك. كل الكلام يا شكرا جزيلا.